السلام عليكم، تحية لمتتبعي جريدة نوف تي في الإلكترونية، هنا من خارج ملعب التمامة في انتظار يعني بداية اللقاء الذي سيجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب البلجيكي. ننقل لكم الأجواء خارج الملعب، الأصداء، الجماهير، توقعات ديال الجماهير قبل مقابلة بلجيكا والمغرب. الجماهير المغربية الآن داخل الملعب، شي كلمة حول اللقاء. احنا اليوم فخورين لأن بلد عربي بهذا التنظيم ديالو، وفخورين بالمغرب في المشاركة ديالو الثالثة أو الرابعة بين الدول العربية، وفخورين لأن المغاربة توحدتهم الصحراء ووحدتهم الكرة. اليوم كنا كنسمعوا الله الوطن المليك ونشيد واحد وعطف واحد وشعار واحد، وحنا جينا ما ناعسينش ونتمنى ان شاء الله النجاح فريقنا. منين جيتي؟ جينا من الدار البيضاء في الليل. تحية للناس ديال الدار البيضاء. بيضاوة. انا الدكتور محمد زهير، فيس بريزيدون دو فيدراسيون دو تينيس وبريزيدون ديال ريك. تحية لنائب رئيس الجامعة الملكية للتنس وناس الريف، من يعني تحية من طنجة القويرة، وعاش المغرب دائما موحدا بصحرائه وشماله وجنوبه. ننقل لكم الأجواء هنا خارج ملعب التمامة قبل بداية اللقاء. فيما يخص التشكيلة، ستكون تشكيلة كاملة. مزراوي الذي ربما كان من المتوقع أنه ما يكونش التشكيلة، ولكن سيكون رسميا. ننقل لكم هنا الأجواء الاحتفالية خارج الملعب. الجماهير ما زالت تتوافد على الملعب. قبل ساعة ونصف تقريبا من بداية اللقاء، جماهير غفيرة تتوافد على الملعب وتخلق الحداث. شاهد الاحتفالية ديال التي تخلقها الجماهير. الجماهير المغربية تحية للجماهير المغربية الحاضرة هنا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله تكون مباراة حاسمة للمنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنى الفوز، فهي مباراة جد حاسمة، وان شاء الله نتمنى التوفيق والحظ للمنتخب الوطني باش يدوز للدور الثاني ونحققوا نتائج ايجابية. فكما شفتوا موجود الجمهور تبارك الله، يعني حتى الجمهور البلجيكي قليل يعني ضعيف شيئا ما، فالاغلبيه نقدر نقول 80% ديال الجماهير كلها مغربيه، ونتمنى من الله الفوز والنجاح للفريق الوطني ان شاء الله. انا جيت من دبي، وجيت يعني في على الطريق، يعني جيت سايك، جيت الليل كامل، فهي كان شويه تعب، يعني دزنا على انا والصديق ديالي قلعنا من دبي ودزنا على السعوديه، ودزنا بعد القطر، فكان الطريق شويه يعني صعب شويه، بس الحمد لله في سبيل الرايه وفي سبيل البلاد، اللهم لك الحمد، لله.
التوفيق ان شاء الله. تحيه للناس الامارات والاخوه اللي جاوا من الامارات، بارك الله فيك على هذا المجهود اللي جاوا باش يساندوا المنتخب المغربي. الحمد لله، اللهم لك. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وان يكون يعني الفوز حليف المنتخب، ونتمنى ان شاء الله اننا نمشيو ادوار طلائعيه ونكونوا ان شاء الله في الصفوف الاماميه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فالحمد لله حتى ملي جينا من دبي ماشي زعما احنا جينا في سياره، ويعني كان موكب طويل، يعني شفنا الاخوان المغاربه وشفنا اخوان المغاربه جاوا من الجاليه يعني الامريكيه والجاليه الكنديه والجاليه الاوروبيه، قلعوا تاهما من دبي وجينا مجموعين، اللهم لك الحمد في سبيل البلاد وفي سبيل الوطن، اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال. تحيه للاخوان، تحيه للشباب اللي حضروا معنا المقابله الاولى كذلك ديال كرواتيا. اليوم جاو ثاني يشجعوا نتمنوا ان شاء الله نكونوا في الخير بهذه اللبسه ثاني، واخا الماتش الاول الحمد لله كانت نتيجه سلبيه والتعادل، ولكن ان شاء الله نتمنوا في المقابله ديال بلجيكا نديو ثلاثه النقاط ان شاء الله، ونشرفوا الكره المغربيه والمنتخب المغربي، يفرح هذا الشعب المغربي اللي جا صراحه ينتقل لهذا دولة قطر باش يسيبورتي المنتخب المغربي. شكرا. شكرا. تحية للجماهير التي تشجع قبل الدخول إلى أرضية الملعب، تخلق يعني جماهير كثيرة وكثيرة. الحدث حمود الشباب حاضر كذلك. منين جيتي؟ قطر. مقيم بقطر؟ ايوه. توقعاتك للنتيجه؟ باذن الله 1-0 للمغرب ان شاء الله. باذن الله. واش كانوا تقول للعابه اليوم؟ شنو الرساله اللي تقول للعابه؟ شدوا الاولاد. تحيه للشباب، تحيه للشباب. مغربية بلجيكية جوج لي دو دونك نفسي. تحية للمغاربة الموجودين، تفضلي. شكرا. اليوم شكون تبارك عليك اليوم شكون تبغي تربح؟ بجوج اللي ربح انا مع الرابح بجوج، ما نقدرش نختار. يعني مجتمع في قلبي رجل في رجل قلبان. بجوج ما نقدرش نختار. الحمد لله. تحية للناس يعني الذين يحملون الجنسية ثنائية الجنسية، صحيح ان يعني ولدت في المغرب ولكن يبقى يعني بلد الاقامه كذلك والبلد الذي تحمل الجنسيه الثانيه له في القلب كذلك، ولكن كيف ما قلنا نتمنى ان تغلب الروح الرياضيه وان تسود يعني لا 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 يعني ان يكون اللقاء في المستوى والفائز يكون يعني الافضل، واللي يلعب مزيان غادي يكون ان شاء الله هو الفائز. فما زلنا معكم في هذا البث المباشر من خارج ملعب التمامه لنقل يعني وقائع مقابلة بلجيكا والمغرب. ربما أخ، أهلا وسهلا. مصري؟ لا والله من الكويت. تحية الإخوان من الكويت. حبيبي الله يحييك وخليك، إن شاء الله فوز المغرب ونفرح فيه ومتأهلين للدور القادم إن شاء الله. جيت من الكويت؟ أي والله، غير حق المغرب، يستاهلون يستاهلون. تحية لجميع الإخوان العرب يعني اللي جاوا من جميع الأقطار من أجل متابعة المنتخب المغربي. كما تشاهدون يعني لا زالت الجماهير تتوافد على الملعب. مصر
اهلا وسهلا. ان شاء الله الفوز للمغرب 2-0 للمغرب ان شاء الله. ان شاء الله الفوز للمغرب 2-0. تحية للفراعنة والإخوان المصريين. لازلتم معنا في هذا البث المباشر. نقول لكم الأجواء كتسمعوا الأصداء داخل الملعب، غندخلوا نقلوا لكم الأصداء من العراق. من العراق. حياك الله. تحية للناس العراق وأهل الفرات. يعني توقعاتك للنتيجة والرسالة التي توجهها اليوم إلى المنتخب المغربي. رسالتي من الشعب العراقي والجمهور العراقي إلى المنتخب المغربي والجمهور المغربي، إن شاء الله يكونون في اليوم بالموعد ويكونون حاضرين ذهنيا وبدنيا حتى يستطيعوا أن يفوزوا على المنتخب البلجيكي، وإن شاء الله ديما مغرب، وإن شاء الله 1-0 للمغرب. تحية للإخوان من العراق أهل الخير والكرم. أنتم دائما في هذا البث المباشر تشاهدون جنبات الملعب، جماهير من جميع الجنسيات تتوافد. نأخذ آراء الجماهير البلجيكية. بونجور سي كوا فوتخو سي فوزيت فوزيت بلج بلجيوم بلجيوم اور انديا يو ار فروم انديا وات از يور اوبينيون اباوت ذس 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 جيم اوكي اي كان سي موست اوف ذا موروكو فانز بات اي ثينك بيكوز It's because most of them in Qatar are Moroccan fans, but I'm sure we're gonna win. Are from Qatar or Indian? I'm an Indian, but we're a resident of Qatar. Okay, thank you, thank you. تحية الشباب. حبيبي حبيبي ديما مغرب. إن شاء الله مربوحة. أنا ساكن هنا أخوي مسكن قطر أخوي. مغاربة قطر. تحية للناس ديال قطر والمغاربة قطر. The word about her from New York City, representing Morocco for all the Montessor family back home, baby. We love y'all. We gonna take this W today. منين Where are you from? New York. But I live in Doha, baby. You don't speak Arabic, you speak French. English. No Arabia, boss. No Arabia. No, baby. What is your opinion about this game? My opinion is Morocco's going to take it. That's all it has to be about. That's it. Morocco win. 3-0. Are Moroccan nationality? Or? No. American. Americano. تحية للناس ديال الولايات المتحدة الأمريكية. ومربوحة. جنب الولايات المتحدة وهو أمريكي. يعني يشجع المنتخب المغربي. تحية لجميع الجنسيات الحاضرة في هذا اللقاء. تحية لجميع الجماهير التي تتوافد لهذا الملعب من أجل التشجيع، يعني حضور كثيف. تحية للشابات المغربيات الحاضرات. سلام وتحية. تحياتي. الأخ من وين؟ من الأردن فلسطين. تحية لأهل فلسطين ويعني أرض الزيتون. حبيبنا الله يسعدك يا رب. تحياتي. توقعاتك للقاء وآرائك. أتمنى المغرب إن شاء الله يا رب الفوز. يعني أتوقع إن شاء الله، هي صعبة لكن أتوقع 1-0 المغرب بإذن الله. بإذن الله. دعواتكم معنا الأخ من فلسطين. تحية للإخوان من فلسطين وتحية للناس اللي جاوا من المغرب. السلام عليكم خويا. إن شاء الله مقابلة صعبة، وكنتمناو انتصار ان شاء الله للفريق الوطني ان شاء الله باصابه لصفر ان شاء الله. منين جيتي؟ انا جيت من مدينه الدار البيضاء. جيتي في الطائره اليوم ولا كنتي هنا مقيم؟ لا كنت هنايا، كنت حضرت المقابله الاولى وهذه المقابله الثانيه. شكرا وتحيه للناس ديال الدار البيضاء من المنطقه من بورغون. تحيه للناس بورغون وجميع المناطق المغربيه الدار البيضاء والسعيد الشباب. السلام عليكم. تفضل. ان شاء الله يربحوا يديروا شي حاجه مزيانه. جايين من المغرب حتى لقطر وبعدا نشوفوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. ان شاء الله. تحيه للشباب اللي جا. نشوفوا الاراء البلجيكيه. بونجور بونجور وي دو لا بريس ماروكان. اوكي بونجور سي كوا فوتر اوبينيون كونسيرنون سو ماتش لا. جو بونس كو سا فا اتر ماتش تري بيان. كيس كي فا غاني لي بلج بيان سور. انا اتمنى التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله يا ربي موفق ان شاء الله. ان شاء الله موفق اليوم ان شاء الله. المغرب موفق ان شاء الله. مربوحه 2-0 للمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. وتحيه للجماهير كما تشاهدون. لا زالت الجماهير تتوافد من خلال البوابات، يعني البوابات الموجوده هنا بالملعب. كما قلت لكم بان التشكيله اللي يلعب بها المنتخب المغربي لن تكون مغايره على اللقاء الاول. مزراوي سيكون حاضرا رغم التصريح ديال الطبيب بانه كان
يعني ما لم يعني كان مصاب ولكن الإصابة كانت طفيفة. تحية للجميع الجماهير المغربية. السلام عليكم. اولا كنشكروا قطر على حسن التنظيم وكنتمناو الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله باش ما يتكررش السيناريو ديال 98. شكرا. شكرا. يعني الجماهير كلها تفاؤل، نتمنى ان التفاؤل هذا يعني يكون حليف. هاي هلو. الاخت منين؟ من المغرب. جيتي من المغرب؟ اها، مدينه الرباط. التوقعات ديالك اللقاء ان شاء الله يا رب يا رب يا رب نربحوا. يلا جيتي اليوم؟ لا جيت البارح. جيت البارح. تحيه للناس ديال الرباط. تحيه كبيره 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 وان شاء الله يا ربي نربحوا ان شاء الله. يلا المنتخب يلا. تحيه للجماهير المغربيه. ديما مغرب وفا بارتي دو ان شاء الله. ان شاء الله. تحيه كما كتشاهدوا جماهير مغربيه كثيفه ما زالت تتوافد على الملعب. تحيه. السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليك. امل الله. شو السؤال؟ ان شاء الله ان شاء الله اليوم سؤال واحد هو اليوم. هو اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا ناشطين زاهين، وسوق واقف اليوم سيحتل وسيصبحوا احمرا مغربيا. مغرب احمرا اخضرا مغربيا. تحيه للجماهير المغربيه المتفائله. نتمنى ان التفاؤل هذا يتم يعني بلورته على ارض الملعب، واللعابه يكونوا في المستوى المطلوب ويحققوا نتيجه مهمه، والفوز اللي غيفتح لنا الافاق باش ندوزوا للدور الثاني. تحيه للناس تقنيطره. الناس تقنيطره ويا من هذا المنبر هذا كنقدموا التحيه ديالنا لكاع الناس ديال قنيطره والناس ديال الكاك، ومن هذا المنبر هذا كنتمنوا الشفاء العاجل لكاع اللاعبين ديال نادي قنيطره اللي تقلبت بهم الحافله هذا الاسبوع هذا. كنتمنوا ان شاء الله لهم الشفاء العاجل ويرجعوا للميادين ويرجعوا للزمن الكبير ديال نادي القنيطري. بغينا ترجع للبريمير ديفيزيون. الشفاء العاجل الدراري ديالنا الله يشافيهم كاملين ويرجعوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مدينه قنيطره لا جينا من الماتش الاول وحنا هنايا وباقيين معاهم حتى يسالي الفينال. غنبقاو معاهم يبقاو الفينال، حنا راه كاينين هنايا ما عندناش مشكل. شكرا. تحيه للناس ديال سبو. تحيه للناس ديال سبو، وكنتمناو الشفاء العاجل للاخوان اللي وقعت لهم حادثه السير على مستوى الطريق الوطنيه في سيدي بنور. سيدي بنور، واللي كانت الحافله الخاصه بالنادي القنيطري. من هذا المنبر هذا نطلب من الجميع دعواتكم بالشفاء العاجل لجميع فعاليات والاخوان اللي كانوا في الحادثه، وبالشفاء العاجل ان شاء الله، وان تكون يعني بردا وسلاما عليهم ان شاء الله تعالى. ما زلتم معنا في هذا النقل المباشر. ننقل لكم دائما الاجواء من هنا من ملعب التمامه الذي سيحتضن لقاء الله يعطيك الخير. شكرا. مرحبا. تفضل. الذي سيحتضن لقاء المغرب ببلجيكا في اطار الجوله الثانيه، ومتمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المغربي. دائما انتم معنا لننقل لكم الاجواء خارج الملعب. جماهير بلجيكية لا وغادي يدريك وغادي يدريك Moroccan 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 TV very good Moroccan. Yeah, we're living in Antwerp at Turnhout Saban. Flamand. Flamand. Allah, it's Moroccan TV. We're 3-0 for Morocco. Moroccan. Thank you. تحية للجماهير البلجيكية. والله. 3-0 إن شاء الله. تحية للجماهير البلجيكية. عربي ولا فرنسي؟ سوري. لا زالت الجماهير تتوافد، أعداد كبيرة جدا
الحمد لله. انا ولد هنا انا ولد. اجل بجماعات ستوافق. ان شاء الله 3-0 وبالتوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله. وبالتوفيق لاخواننا العرب كلهم اللي باقين عندهم السعوديه ان شاء الله. قطر نتمنوا لها الخير تاهي ان شاء الله وتونس. وتحياتي لكم و 3-0 ان شاء الله ضد بلجيكا اليوم. تحيه للمقيمين الاخوان المقيمين بقطر. الله يحفظك اخويا الله يحفظك. ان شاء الله مربوحه 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 ان شاء الله نربحوا اليوم ونتاهلوا للدور المقبل ونفرحوا كاملين ان شاء الله ونفرحوا الشعب المغربي. السلام عليكم. ان شاء الله نربحوا ان شاء الله. بس نتمنى الله وليد الركراكي يلعب اللعب ديالنا ما يلعبش اللعب الماتش الاول ورابحين ان شاء الله. الافكتيف عندنا احسن منهم ان شاء الله باذن الله. تحيه للجماهير المتفائله. كما قلت لكم نتمنى ان شاء الله الفوز ولكن يجب الحيطه والحذر لان المنتخب البلجيكي هو منتخب قوي يتوفر على عناصر يعني عند امكانيات كبيره وهائله ووجب الحيطه والحذر ونتمنى التوفيق للمنتخب. ايمن بس ايمن شنو ايمن المهم جينا حشينا سطاد ان شاء الله تنتسناو غير الفوز حتى شي حاجه بغير الفوز. يلاه شي طلعت مغرب وديما مغرب يا اه جاج بلاش المغربي جا عندنا المغربي جا عندنا الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا يا بلجيكا والله لا ربحتي ولا شفتي يا بلجيكا. تحية للجماهير المغربية. السلام عليكم. كده مغربي كده ربحان يعني ماشي مزيان ان شاء الله اليوم الرباح. بغينا نتأهلوا إلى بغى سيدي ربي ياك أشاعر. إن شاء الله. إيش بان لك أنت؟ ماشي مشكل نحكي اليوم راه ان شاء الله راه غدوز عندك مغاربة اليوم غادي نربحوا ان شاء الله. تحياتي الله يحفظك. تحية لجميع الجماهير. يعني قبل تقريبا ساعة على بداية اللقاء هذه هي أجواء الجماهير أجواء الجماهير المغربية. تحية اليوتيوبرز خويا صافا خويا الفوتو داب بلاتي صافي صافي داب صافي الله يسرعك الله يحفظك. السلام اجي معايا اهل الحاج بخير اذا عمي صافا بخير الحمد لله. والصراحة ما كاين يعجز اللسان ديما يعجز اللسان على الكلام. كاين واحد شوية ديال التوتر والقلق لحقاش ماتش صعيب. مي ان شاء الله عندنا واحد الاحساس اننا كنتمناو نربحوا خير 1-0 المهم 3 بوان. وتحيه لهذا الجمهور اللي جاب كثره وتحيه للجمهور اللي في المغرب وتحيه لكم وتحيه لهذا السيد. شكرا الله يحفظك بارك الله فيك. انا جد فرحان الحمد لله بالوجود ديالي في هذا الموسم الرياضي او هذا العرس الرياضي. انا جاي من مدينه مكناس من المغرب وانا فرحان الحمد لله وكنتمنى ان شاء الله يكونوا الوليدات اليوم في نهارهم ان شاء الله بحول الله يكونوا في نهارهم وتكون شي نتيجه ايجابيه باش تكون عندنا الحظ في الماتش. شوف حنا غنديروا اللي علينا في الماتش الثالث ان شاء الله. يا ربي امين ان شاء الله. تحيه لكم تحيه لكم ان شاء الله ان شاء الله. سير 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 الله يدير الخير. واحد الكلمه غلطت الله يخليك. نتمنى اليوم الفوز ان شاء الله. وقالت المفيد شكرا. يعني خير الكلام ما قل ودل. قالت المفيد متمنياتنا كذلك بالتوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله. التوفيق للمنتخب المغربي. جيتي جيت من لندن. لندن مغربي. ساي وانا بريتش ام جريك يونانيه ديما ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله. تحيه للمغاربه في مكانه وتحيه للاخوان اللي جاوا من اليونان ومن انجلترا ومن جميع الدول من اجل تشجيع المنتخب المغربي. لا زلتم معنا في هذا العرس وهذا الحفل
يعني الكروي الجميل. تسمعون يعني الأهازيج والأصداء داخل الملعب، سنوافيكم بها كذلك من داخل الملعب قبل اللقاء، وكذلك بتغطية خاصة ومباشرة من داخل الملعب كذلك للقاء الذي سيجمع المنتخب المغربي بنظيره البلجيكي. يعني احتفالية أهازيج، جماهير غفيرة رغم يعني الجو الحار نسبيا، لأن ساعات الذروة تقريبا الآن الساعة الرابعة بالتوقيت القطري، ولا زالت يعني الجماهير تتوافد على الملعب. اللون الأحمر يغلب على الساحات وعلى الملعب، وكأنك تلعب في دونور ولا كتلعب في الرباط. يعني جماهير مغربية كثيفة وكثيرة حلت. تحية للإعلام الموريتاني Ça va, comment allez-vous? On va s'attendre à un grand match aujourd'hui. Le Maroc va jouer contre les demi-finalistes de la Coupe du Monde en Russie. Et ils ont tenu la dragée haute face aux finalistes de la Coupe du Monde dernière, la Croatie. Je pense que le Maroc peut faire un résultat aujourd'hui. Merci beaucoup. Tahia Tahia l'Ilam wa al-Jamaher al-Mauritania. كذلك الحاضرة هنا من أجل نقل فعاليات كأس العالم هنا من لوحة الخير وبلد قطر الجميلة. إمكانيات كبيرة سخرت من أجل إنجاح هذا المحفل العالمي. ملاعب، يعني هذه مداخل الملاعب، ننقل لكم عن قرب. تحية للجماهير المغربية. مرحبا، صباح بخير. إن شاء الله الفوز للمغرب إن شاء الله اليوم، وبإذن الله على الأقل تقدير التعادل، نتأهلوا إن شاء الله للدور الجاي. شكرا. كما شاهدنا فراه الجماهير المغربية كلها تفاؤل ويقين أننا غادي نكونوا إن شاء الله إلى نحصدوا نتيجة إيجابية، على الأقل نتيجة التعادل ستجعلنا في إطار المنافسة على ورقة الدور الثاني، ولكن نتمنى الفوز وأن نرى فريقا وطنيا قويا. صحيح أننا شاهدنا المنتخب الوطني في المباراة الأولى كان على المستوى الدفاعي قوي جدا، قدم مباراة رائعة على المستوى الدفاعي، كان ينقصنا بناء الهجمة وكان يعني ثقل على مستوى وسط الميدان. نتمنى أن وسط الميدان اليوم يكون في المستوى ويقدم أداء كبير وصناع اللعب وكذلك خلق فرص من أجل التسجيل، من أجل أن نتجاوز هذا الدور والوصول إلى أدوار طلائعية في هذه المنافسة العالمية التي تعرف مشاركة. تحية لجميع المغاربة. يعني صراحة كما تشاهدون الأحمر والأخضر يغلب على الألوان. تحية الناس القنيطرة والكاك وجميع الجماهير الحاضرة من جميع المدن المغربية، الودادية، الرجاوية، المعصوية، يعني الناس ليفار، جميع الجماهير الحاضرة وكذلك التي تشاهد من المغرب. ننقل لكم تحية الجاليات وكذلك تفاؤل، دائما تفاؤل. الإخوان حاضرين من الخليج، الكويت. إن شاء الله إن شاء الله فيفا موروكو إن شاء الله. تحية الإخوان من دولة الكويت الشقيقة الحاضرين هنا من أجل مساندة المنتخب المغربي. نأخذ الآراء البلجيكية. Votre opinion concernant ce match-là? Ah, mais c'est flamand ici. Comme vous le voyez,
هذه أجواء الجماهير المغربية الحاضرة. تحية للمغرب. السلام عليكم ديما المغرب. وإن شاء الله بإذن الله اليوم واحد زيرو البلج الحكيمي لهلا يحشمونا إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله خويا اليوم مربوحة إن شاء الله يكون جوج لزيرو إن شاء الله. جوج لزيرو من الحسيمة خويا من الحسيمة. تحية من الحسيمة. جوج لزيرو إن شاء الله المغرب وغتكون فرحة كبيرة هنا في قطر وفي المغرب كاع الناس غيفرحوا إن شاء الله. مربوحة مربوحة. تحية للإخوان من الحسيمة وناس دريف لا 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 يعني الأصل والشهامة. نتمنى التوفيق للمغاربة أمام المنتخب البلجيكي. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللايف. سأوافيكم بلايف من داخل الملعب بعد قليل.